اكو روايه صافن منذ زمن ايام الشباب استمعتها الى الان هي في الواقع تعمل في عملها عن الامام صلوات الله عليه اكتم يقول له لاحد اصحابه اكتم ذهبك وذهابك ومذهبك. حلوه هاي الروايه اكتم ذهبك لا تقول للناس ايش قد عندك وشنو عقاراتك شنو امورك ماكو داعي. الاعداء قد يتربصون بك، الاصدقاء قد يفشون هذه الاسرار الى غيرهم فيقفون ويؤذونك باي نحو من الحال. شنو الداعي تقول انا ايش قد عندي؟ شنو الداعي انه شنو مواردي الماليه؟ من وين تجيني فلوس؟ ماكو داعي. اكتم ذهبك وذهابك، وين رايح؟ وين جاي؟ شو تسوي؟ شنو مشاريعك؟ شنو كلام شنو مولانا الجليل على اي حال برامجك؟ لان قد يكون هناك اعداء يتربصون. سواء يقول سيدنا شنو احنا عايشين بغابه؟ نعم نحن نعيش في غابه من البشر الذين في الواقع هم كالاشجار، بعضها مثمره وبعضها مضره وبعضها في الواقع معرقله. نعم نحن في غابه. واكتم مذهبك، مذهبك يعني ليس بالضروره ان تتكلم عن كل شيء فيما يرتبط بمعتقداتك بافكارك، لانه هذا في الواقع قد العدو يتربص او قد العدو يؤلب عليك الاخرين، ولا اريد ان ادخل في هذا المضمار. استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. ويأتي الإنسان في واقع الحال فيما يرتبط بالكلام الكثير والإذاعة الأمور التي لا ينبغي أن يذيعها. بعض الأحيان الإنسان يصير عنده زلة لسان. هاي زلة اللسان قد ما يقصد مسكين، ما يقصد أن يبين فت قضية سر معين أو مسألة معينة، ما يقصدها، بس تطلع حسب تعبيرنا تفلت. هذا الفلتان قد يترتب عليه عواقب وخيمة، عواقب كبيرة. يوم الأيام قاعد واحد، يعني هذه عايشتها، قاعد واحد يتكلمون عن قضية انتخابات، قال له هذا فلان، قال له إيه هذا فلان هتشي بدأ ينتقده، هذا بدأ ينتقد ذاك المرشح. هذا الأخ ممن يميل إلى المرشح، يعني من جماعته، زين، بس عنده فت سر معين. رجاء نشوفه بعض القضايا هي ما مقصودة بس تصير. هذا الأخ اللي يميل لذلك المرشح قال له ست حاط عينك على هذا الرجال وتنتقده، أنت روح راقب أهلك. مش بس بس عنده فت قضية معينة شايفها سامعها من أهله، هسه متصله بواحد ما ادري عندها ما ادري ايش، بس قال له هسه انت حاط عينك على هذا روح شوف اهلك بس. ها مولانا الكريم هذه الزله قال شنو يعني؟ شنو صاير؟ من ايش بيها اهلي؟ شنو ومولانا صارت معضك لها اول وليس لها تالي. اقول بعض الاحيان أنت من حيث لا تشعر لما يصير كلام زايد، يصير مشاحنات، يصير نقاشات، يصير نوع من الجدال، تبرز هاي القضايا اللي ما لازم تبرز. في النهاية تسوي كوارث. وآلت القضية إلى أن هذا يطلق زوجته وعشيرته تجي مدري إيش، وبعدين ذاك يهددوا بالقتل، وبعدين يجلوه عن منطقة. فهذا شيء غريب عجيب خصوصا في واقعنا المزري.